بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مشاهدينا الأعزاء، في هذا الفيديو الجديد على قناتكم بيسان والكرة، فيديو سنتطرق فيه لبعض أخبار المنتخب الوطني وكثير من أخبار لاعبين المحترفين المنتشرين في عموم أوروبا وفي كل مكان في العالم. البداية بعد هذا الفاصل. لم يتمكن لاعب الخضر الرياض بودابوز من استغلال مشاركته أساسيا في لقاء فريقه سانتيتيان ضد رامس والذي جرى سهرة أمس، وقدم مستوى متواضع جعل صحيفة البروغرين المحلية تختاره من بين أسوأ لاعبي اللقاء. الصحيفة الفرنسية سابقة الذكر وفي تعليقها على مستوى رياض قالت أنه لم يكن جيدا على العموم، كان بطيئا بالكرة وأبطأ بذلك كثيرا من حركة زملائه في الوسط، كما أن دوره الدفاعي كان محدود ولم يبذل الكثير من المجهودات. للإشارة، سانتيتيان سقط بثلاثية مقابل هدف وحيد. وعلى عكس رياض، بودابوز استغل رياض محرز فرصة مشاركته أساسيا في لقاء عشية اليوم ضد برمنغهام في إطار لقاءات الدور الثالث من كأس إنجلترا. رياض ساهم في فوز فريقه بثلاثية بعد أن قدم كرة الهدف الثالث لزميله فودن، وقدم كرة سحرية في هدف فريقه الثاني الذي سجله برناردو، التمريرة الحاسمة من دي بروين. رياض بتمريرته عشية اليوم يكون قد وصل ل100 تمريرة حاسمة في مسيرته، 83 منها من اللعب المفتوح و17 فقط من كرات ثابتة، ما يؤكد أنه صانع ألعاب من الطراز الأول. أشادت الصحافة الألمانية بالعودة القوية جدا للدولي الجزائري رامي بن سبعيني، فرغم ابتعاده عن التدريبات لأكثر من شهر إلا أنه قدم مستوى كبير سهرة الجمعة وتمكن من قهر جناح بايرن لورواساني. الإعجاب والإشادة لم تتوقف على صحافة بوريسيا مونشنغلادباخ، بل وصلت للمدرب ماركو روز هذا الأخير، وفي تصريحة له اليوم قال أن مستوى بن سبعيني البدني خاصة أذهله، فرغم الاتفاق على لعبه لستين دقيقة فقط إلا أنه تمكن من الوصول للدقيقة 89. قالت صحيفة دياريو السور الإسبانية أن لاعب الخضر ونادي مالاغا محمد بن خمسة قد تعرض لإصابة جديدة أسفل الظهر، وهي الإصابة التي تعرض لها أمس السبت في فترة الإحماء قبل لقاء أوفييدو. بن خمسة وبحسب ذات المصادر يكون قد خضع لفحوصات صباح اليوم الأحد مع عدم تأكيد على خطورة الإصابة، لكنها رجحت أن لا تكون الإصابة خطيرة وأن يعود بن خمسة في لقاء أو قبل لقاء غرناطة في الكأس والذي سيقام الأحد المقبل. إلى أخبار الانتقالات الآن، والبداية ببلال عمراني. تقارير رومانية قالت أن رحيل الجزائري في الميركاتو الشتوي الحالي أمر أكثر من أكيد، حتى أن الإدارة حددت سعره بمليون أورو لمن يريد التعاقد معه. تقارير أخرى قالت أن رحيل عمراني صوب تركيا وقيصر سبور بالتحديد يبقى أمر وارد. الصحافة الرومانية قالت أن مدرب قيصر الجديد الروماني دان بيتريسكو يريد ضم 5 لاعبين من الدوري الروماني من دون تحديد أسماء، لكن وبما أن عمراني قدم معه أفضل مستوياته فقد تم الربط بينهما. يبدو أن توقيع لاعب الخضر إسلام سليماني في نادي ليون بات مسألة وقت فقط، حيث كشفت صحيفة لودي سبور في خبر حصري أن وكلاء إسلام وإدارة ليون اتفقوا رسميا على الانتقال. صحيفة لودي سبور قالت أن الاتفاق يكون قد تم والإدارة خضعت لطلبات اللاعب التي سبق وأشرنا إليها في عدد سابق، ورضيت بالتوقيع له لمدة عام ونصف عوض 6 أشهر كما كانت تريد، على أن يتم الإعلان عن الصفقة فقط بعد رحيل المهاجم موسى ديمبيلي صوب نادي أتلتيكو مدريد وهو المتوقع. وكان المدير الرياضي لنادي ليون البرازيلي جينينيو قد أدلى بتصريحات لصحيفة ليكيب تكلم فيها عن اهتمام ناديه بإسلام. تصريح جونينيو كان فيه الكثير من الدبلوماسية، حيث قال أن ليون يتابع سليماني بالفعل لكن يتابعه كما يتابع كثير من المهاجمين، مشيرا إلى أن رغبة اللاعب هي اللعب في ليون، لكن ولحد الساعة وقت التصريح طبعا ليس هناك أي اتفاق. أتوقع أن تتم صفقة سليماني في غضون يوم أو يومين على الأكثر، وإلا ستكون مهددة بالفشل لا قدر الله.
قال موقع فوت ميركاتو وصحيفة لودي سبور أن إدارة باريس سان جيرمان بدأت في مراقبة اللاعب الجزائري رومان فافرا قصد ضمه في الصيف المقبل. التقارير الفرنسية قالت أن المستويات الرهيبة التي يقدمها فافرا منذ بداية الموسم لم تجعله هدفا لباريس سان جيرمان فقط، بل أيضا لبعض كبار أوروبا في صورة مانشستر يونايتد، إشبيليا، وأيضا باير ليفركوزن الألماني. إدارة بريست ورغم أنها ضمت فافر قبل 6 أشهر فقط ستعمل على تأمينه بعقد جديد، ولو أنني أرى صعوبة ذلك في ظل الإغراءات الكبيرة التي سيحصل عليها اللاعب من الأندية الأخرى. بالمناسبة فافر ارتبط بقوة بالمنتخب الوطني وبقدومه في طربوس مارس القادم، لكني ما زلت أصر على أن ضمه سيكون صعبا من الناحية الإدارية كون أصوله الجزائرية بعيدة. رغم ذلك يبقى لاعب أكثر من ممتاز. قال موقع كالتشو ميركاتو نيوز الإيطالي أن إدارة ميلان بدأت في دراسة أهم الصفقات التي ستقوم بها بيعا وشراء. التفكير سيكون كبير أيضا في لاعبها بن ناصر الذي سيدخل حيز إمكانية تطبيق الشرط الجزائي بداية من جوان كما هو معلوم. إدارة الروسونيري ترى أن الاستفادة من بن ناصر ستكون بتقديمه للبلوز تشيلسي في صفقة مبادلة، حيث ستطلب ضم كل من الإيطالي جورجينيو ليكون بديلا عفوا لبن ناصر في مركزه مركز بمركز، كما ستطلب الإسباني ماركوس ألونسو كظهير أيسر لتدعيم الدفاع. ورغم أن إدارة تشيلسي تقوم اللاعبين معا ب 55 مليون أورو إلا أن الصفقة قد تكون مفيدة للجميع. بالحديث عن بن ناصر دائما، كشفت تقارير إسبانية أن المدرب الإسباني لمان سيتي بيب غوارديولا يرغب بشدة في تعزيز مركزين في فريقه وهما مركز الظهير الأيسر ومتوسط الميدان الأيسر. التقني الإسباني وبحسب ذات المصدر أعد قائمة من 3 لاعبين لكل مركز. بالنسبة لمركز الوسط ضمت كل من كالفين فيليبس لاعب ليتس يونايتد، روبن نيفيز لاعب وولفرهامبتون، وأيضا لاعب الخضر إسماعيل بن ناصر، وهذا لتعويض الرحيل المرتقب لفيرناندينيو في نهاية الموسم. بالنسبة للظهير الأيسر ضمت القائمة 2 عملاقين وهما ألكساندرو لاعب جوفنتوس ودافيد ألابا من باير ميونخ، والاسم الثالث هو المفاجأة السارة الجزائري رامي بن سبعيني. ربما لا يكون رامي بنفس مستوى الثنائي المنافس في الوقت الحالي، لكن كقيمة فنية وكسعر يبدو صفقة جيدة. وممن لن يؤمن بقدرة بن سبعيني على اللعب في السيتي أقول فقط أن مركز الظهير الأيسر حاليا يحتله لاعب اسمه زيتشينكو الذي لا أراه بنصف مستوى رامي صراحة. إلى هنا يكون فيديو اليوم قد انتهى، نلتقي إن شاء الله في عدد جديد وأخبار جديدة. مصادر كل الأخبار عفوا ستجدونها في صندوق الوصف كما ألفتم دائما. لمن يريد التعمق أكثر ما عليه سوى النزول إلى صندوق الوصف ليجد كل المصادر إن شاء الله. سلام.